بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي مع وزير الدولة البرتغالي للعولمة، بحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار في الكوادر البشرية التكنولوجية والعمل على خلق قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة تكنولوجيا، خاصة العاملين في مجالات التعهيد. وعبر اللقاء الذي ضم وفدا برتغاليا من رجال الأعمال، استعرض القاضي إنجازات قطاع الاتصالات ومساهمته الفاعلة في تنمية الاقتصاد القومي. وأشاد وزير الاتصالات المصري بالمبادرات الرئاسية الداعمة للقطاع، منها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتأهيل الشباب في تخصصات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع فكر ريادة الأعمال.